مشاهدينا اهلا بيكم وحلقه جديده ببرنامجكم اطفال. ولكن في البدايه عايز اشكركم على كل تعليق ايجابي بتبعته لي، بجد شكرا ليكم جدا، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. والنهارده وفي برنامجنا دايما بنحب نكلمكم عن الاخطاء، الاخطاء اللي ممكن نعملها بحسن نيه واحنا مش واخدين بالنا، وتكون سبب رئيسي في اذيه ولادنا، تصرفات ممكن بعضنا بيعتبرها بسيطه او كوميديه، بس هي في الحقيقه بتدمر نفسيه ولادنا. الاسبوع اللي فات انتشر بوست على الفيسبوك، ام بتحاول اكيد طبعا بحسن نيه انها تحدد الوقت اللي ابنها يقعد فيه على الانترنت، بس عامت بتصرف، التصرف ده لحد دلوقتي احنا محتارين يا ترى هو صح ولا غلط. التصرف ان هي خلت ابنها نايم وجابت الشادو الاسود اللي هي بتستخدمه ودهنت حوالين عينين الطفل، وطبعا الصور هتوضح دلوقتي قدام حضراتكم على الشاشه، والطفل وهو نايم صحي من النوم مفزوع على المنظر ده، ولما سألها ايه اللي حصل قالت له ده من كتر قعدتك قدام الانترنت لانك بتقعد وقت طويل، فده اللي حصل لك وتأثرت بسبب انك طول الوقت قاعد قدام الانترنت. طبعا الولد قاعد يعيط جدا وتأثر تأثير سلبي ونفسيته اتدمرت زي ما انتم شايفين طبعا في الصور، هو بيعيط او متضايق ومتأثر وما كانش متخيل ان ممكن يحصل له كده. يا ترى التصرف ده صح ولا غلط؟ والام دي يا ترى اصابت ولا اخطات؟ وممكن امهات كتير تقلدها ولا ما ينفعش ان احنا نعمل كده؟ ده اللي هنعرفه مع دكتور هشام بحري رئيس قسم الطب النفسي بجامعه الازهر. وخلينا نقول الو. الو، اهلا وسهلا يا دكتور، اهلا بحضرتك، تحياتي ليك. اهلا وسهلا دكتور هاشم. في البداية طبعا يمكن الفترة اللي فاتت انتشرت الصور على الفيسبوك، وحضرتك لو تابعت شفت الام اللي اتصرفت التصرف ده، واحنا لحد دلوقتي يا فندم احنا مش عارفين يا ترى التصرف ده صح ولا غلط. هو احنا على فكرة كتير جدا بنرعب الاولاد او بنخوفهم من حاجة احنا عايزين نوجههم ليها، بدءا من ان احنا بنحكي لهم حواديت ساعات وحشة، ولو انت كتبت على بابا وماما يطلع لك ورده مفتوحه. يعني كتير جدا لما الاولاد والبنات في السن الصغير يبتدوا يحسسوا على جسمهم ناس عايزينهم بالشمع، ويقولوا ان كده هيبقى تدخل النار. يعني احنا بنعمل ده اوريدي من حاجات كتيره جدا في حياتنا، ولكن هو الموقف بتاع هذه السيده هو انها زي ما بيقولوا كده غير خمارها. مش عارفه تعمل ايه، خلاص الدنيا بالنسبه لها. الولد بقى فقدت السيطره، اكيد قالت اكتر من مره يعني. اكيد. فانا رايي انه هي اتصرفت طبعا حاجه مرعبه جدا بالنسبه للطفل، وممكن تخوفه جدا وتخليه يخاف ينام بعد كده ويفقد الثقه في نفسه. انا كنت افضل في الحقيقه انها ترجع لمعالج نفسي اطفال. سواء كان طبيب او سواء كان في متخصص علم النفس الكلينيكي للاطفال. دول بيعملوا اختبارات نفسيه بنعرف فيها شخصيه الطفل وايه الدوافع اللي بتخليه يبقى مش قادر يسيب الانترنت او الاجهزه او حاجة. بس يا دكتور عايز اقول لك ان مش كل الاطفال مدمنين، ومش كل الاسر عندها طبعاً العائد المادي اللي يمكنها من انها تروح لدكاتره نفسيه. احنا عندنا مثلا الجامعه، عندنا قسم في الازهر ومستشفى الحسين ومستشفى الشعبيه الجامعي، الاثنين فيهم قسم طب نفسي اطفال مجاني. يعني لا ما عندناش، مش لازم يروحوا للطبيب خاص، لكن ده متوفر. يعني بس هي الفكره انه الناس الاول زي اي مرض في العالم كله، يعني واحد لو جاله شويه مثلا مغص ياخد له كوبايه نعناع هو كده بيتصرف، لا الحكايه ما جابتش نتيجه بيبتدي يروح للدكتور. لا ابدا، هيكلم برضه يسال مرض الطفل، هيسال مامته وصديقه واي حد كده اعمل ايه، فتقول له احط على النعناع اي كلام. بعد كده ما ينفعش برضه حد يروح للدكتور. فهو بما ان غلب يعني شغلها كله والحيله بتاعتها راحت منها، واكيد فقدت وعملت أكيد. بعد كده بقى تروح لحد متخصص، ما تقعدش هي طبعا احنا عايزين يا دكتور برضو نقول ان الام ما شاء الله عليها هي ذكيه وشغلت مخها، بس انا كنت عايزه اعرف من حضرتك ايه الازمات اللي ممكن تحصل لطفل من نوع زي ده من العقاب؟ يعني والله انا رايي ان هو ذاتي لا ارتبط بانه لما نام صحي من النوم على شكل اخر مختلف. ده هيخلي العلاقه بينه وبين النوم مش مريحه، وخصوصا ان الطفل بيبقى محتاج جدا النوم العميق المريح
لكن هو كده هيبقى من المتوقع ان هو لما هيصحى ممكن يلاقي فيه تشوهات في الجسم، فهيبقى مرعوب وهو داخل في النوم، فده هيخلي النوم بتاعه مفزع جدا ومش هيبقى مستريح فيه ابدا. طب خليني يا دكتور برضو اسال حاجه مهمه. نعم. لو الطفل ده اكتشف يعني وهو قاعد مثلا بيعمل كده، لقى ان في الماده بتطلع في ايديه وعرف ان ده مش حقيقي، طبعا في الحاله دي هو هيفقد مصداقيته تجاه امه تماما، واي حاجه هتقولها مش هيبقى مصدقها. صحيح، فده هنا في الحاله دي هي الام هتبقى دايما كذابه. انه بالنسبه للطفل ان اي حاجه انت بتقوليها انت بتضحكي عليا. وده وارد برضه على فكره، يعني احنا برضه لما بنيجي الولد او البنت تقول سرها لامها تقول لها ما تقوليش ولا مش هقول لك، وتاني يوم العيله كلها تكون عارفه. يعني بصي هقول لك حاجه، انا القصه اللي بنحكيها وبنشوفها على الفيسبوك والحاجات دي هي متكرره، يعني احنا ده احد الاشكال. بس هي يمكن المره دي هي كانت طريقه جديده وانتشرت فحبينا نتكلم فيها. صحيح، وهي مفزعه، مفزعه لينا وللطفل طبعا يا دكتور. وطبعا هي بتدل على انه لو احنا مسكنا العمق بتاعها ان احنا كاباء وامهات يعني قدام فشل ذريع في الحفاظ على اولادنا من التعود على استخدام الانترنت وخلافه بطريقه صحيه، يعني فعلا فاقدين السيطرة عليهم حقيقي. طبعا وبالتالي احنا محتاجين نواجه ده بجد، محتاجين يبقى في كنترول اكتر. وعشان كده لازم اسالك ايه الطريقه الممكنه اللي حدد بيها وقت لاولادي على الانترنت من غير ما ملجا لاي وسائل تانية، يعني يبقى الرساله واضحه وصريحه وفي تايم معين انت ملتزم بيه، زي ما انا ملتزم ان انت كمان لازم تتبسط، انت ملتزم قدامي انك بوقت معين. بتكلم على انه سن الطفوله لغايه 18 سنه نوع ان الطفل يقعد على الانترنت والكمبيوتر وادوات التكنولوجيا اكثر من ساعتين في اليوم لغايه 18 سنه، بعد كده يبقى 3 ساعات، ودي مده قصوى الا لو كان طبعا دي وظيفته، لو كانت دي شغلته هيبقى في الحاله دي هيبقى ساعات اطول، ولكن لازم ياخد فترات راحه بين كل ساعه وساعه، لازم يريح شويه علشان ما يحصلش اجهاد كمان لخلايا المخ. فبالنسبه للاطفال لغايه 18 سنه لقوا انه اكثر من ساعتين في اليوم مضر جدا على خلايا المخ. طب يا دكتور الطفل الزنان بقى اللي طول الوقت هو بيستخدم اسلوب الزن عشان يجبر امه انها تسيبه على الانترنت، الطفل ده نتعامل معاه ازاي ونحد من ده ازاي، خاصه ان ممكن دي تكون حاجه لو الام سابته تسبب له مشاكل اكبر من زنه، فمفروض نعمل ايه؟ هو بس هي الفكره ان احنا كده يعني ابسط حاجه الرد السطحي لهذا الموضوع هيتفلق يزهق يعيط يجهد عينيه خلاص خلصنا، لكن هي الفكره كلها انا دايما بدور على ليه الطفل متعلق بالانترنت وبيزن ان هو يستعمله ليل نهار، ده معناه ان في عنده قوه دافعه بتشد تجاهه ناحيه الانترنت، دي لازم اكتشفها، ودي بتبقى حاله فرديه يعني كل طفل من التاني، يعني لازم اكتشف دي عند الطفل دوت وابتدي احط له خطه ازاي اديله متعه بديله عن الانترنت عن طريق شخصيته هو. حقيقي. يعني لازم الطفل يلاقي حاجه تانية يعملها، لكن اقول له طيب ممنوع الانترنت خليك قاعد معانا في الصاله، احنا جايين لعمتك النهارده اللي هي عندها مثلا 50 60 سنه وهتقعد معانا ونقعد معاه بقى احنا في الصالون. طيب ما هو عنده 10 سنين طبعا عنده طاقه ولازم يبقى في بدايل. طبعا طبعا يا دكتور. لو ما لقينالوش الحاجه اللي تخلي الطفل ينجذب اليها طبعا هيفضل يزن ويعيط ويصوت لانه محتاج حاجه يبسط. طبعا، واكيد ساعتها هيبقى العيب عندنا احنا لان احنا لازم نوفر له البدائل الممكنه. انا طبعا بشكرك شكرا جزيلا دكتور هاشم بحري، نورتني كالعاده طبعا وبنستفيد من معلومات حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم. نورتي معلش. شكرا.